جبرتونا باقي طالعين في الطريق كنفتشوا، واحد الساعه عيطت لنا واحد المراه قالت لنا علاش كتفتشوا، واول حاجه غنجرب واش غتهرس ولا لا، اذا ما تهرس هادشي نخلي والديا وغنمشيو بحالنا. هيا الاخوان وحده واعره هنايا والله الا واعره هادشي. دابا هادي الثانيه ولكن هادي اللي مزيون، هذا مزيون هذا. الحجره ديالكم انا نخليها هنا، جو عندي شي العيال ستيتوين قالوا هذه الحجره ديالو. واعرين فيهم واحد المذاق في حد دتشلوق ملحين شويه ولكن واعرين بحال ماد الواد كما قال سليمان. يلا في حد. السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا كاملين بخير ومرحبا بكم معنا في نهار جديد ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. احنا رجعنا لكم اليوم ان شاء الله بالجديد، وكما كتشوفوا جبرتونا طالعين للغابه كما وعدناكم في الفيديو اللي فات اننا غنفتشوا على واحد النوع ديال الاحجار الكريمه. الصراحه غنجربوا اليوم نشوف واش غنجبروا شي حاجه، جبرنا شي حاجه غيكونوا فيديوهات اخرين، ما جبرنا والو اليوم، غيكون هو هذا اول فيديو واخر فيديو، وانتم غتخليوا لي الراي ديالكم واش اننا نزيدوا نفتشوا ولا صافي، يعني غيكون تجربه، واذا جبرنا شي حاجه غيكونوا فيديوهات مره اخرى، ما جبرنا حتى شي حجر كريم ولا ما جبرنا والو، صافي هذا الفيديو الاولي والاخري. كما كتعرفوا هذه واحد الهوايه واعره، اي واحد كيتمنى يمارس هذه الهوايه، وبحال الهوايه ضد التنقيب ولا الهوايه ضد الصيد. المهم هذه الهوايه هذه ماشي غنعدلوها، يعني غير نقدروا اننا منا كنصور لكم فيديوهات وكتمتعوا معنا بهذه الطبيعه، وحنايا ان شاء الله غنفتشوا، واذا جبرنا شي حاجه حتى حنا غنستافدوا. يعني هذه الاحجار الكريمه يعني كما كتعرفوا كتكون ساويه الثمن ان شاء الله، واي حاجه غنجبروها غنعرضوها للبيع، واللي بغى يشري ولا بغى يفيدنا بشي معلومات يخليها لي في التعليق، لانواع ديال الحجار اللي غنجبروا يقولنا الاسم ديالهم واش ساويين. وبغيتكم الصراحه تزيدوا تشجعونا. جبرتونا دابا وصلنا للبلاصه غنبداو نفتشوا فيها، معايا المصور سليمان ماشي الصياد سليمان، غنمشيو غنسبقوا ديك الحجره اللوليه اللي كنا ورينا لكم في الفيديو اللي فات، قلنا لكم غنرجعوا ليلى، اليوم غنسبقوا بهذيك اول حجره غنهرسوها، اذا جبرنا شي حاجه في وسطها غنبارطاجيوها معكم، غتشوفوا كلشي على عينكم، يعني ما نخبعوا عليكم حتى شي حاجه، وعاد غنمشيو للبلايص اخرى غنفتشوا فيهم. صراحه هذه البلاصه المره اخرى بانت لنا يعني غنيه بالاحجار الكريمه، اي حجره حداك كتشوفها كيبان لك فيها واحد الطرف ديال الاحجار الكريمه كيبري، النوع ديال الكريستال ولا ديال البلاورات. المهم الناس اللي كيفهموا في هذه الاحجار الكريمه غتشوفوا التصاور وغيفهموا شنو هذا الشيء، حنايا باقيين مبتدئين ما كنعرفوا والو في هذا الشيء، يعني غنمشيو غنجربوا، جبرنا شي حاجه غنشاركوها معكم، ما جبرنا والو غندخلكم على الفيديو وما غنرجعوش المره اخرى. يلا الاخوان ما غنزيدوش نطولوا عليكم، فرجه ممتعه. شعلتي الكاميرا صاحبي حنا غير كرتاح، اجبرتونا عينا في واحد الجبل طالعين والله الا عييت. المهم حنايا باقي طالعين في الطريق دابا، الريح هنايا شويه يضرب فينا شويه الهواء، وغنبداو نفتشو ان شاء الله. هنايا حنا قريبين واحد البلاصه فيها بزاف ديال الحجار، بحال اللي كنا جبرنا نشوفو شنو فيه، عاد نمشيو للحجره نفتشو فيها نهرسو ديك الحجره. المهم حنايا هنا غنتسارعو حتى نجبرو شي حاجه، خليكم معانا. جبرتونا باقي طالعين في الطريق كنفتشو، واحد الساعه عيطت لنا واحد المراه قالت لنا علاش كتفتشو، ما بغيتش نكذب عليها قلت لها كنفتشو على شي نوع ديال الحجار ولا على الاحجار الكريمه، وعيطت لي قالت لي اجي ابني تشوف واش بحال هذا. وملي مشيت عند انا وسليمان جبرنا عندها جوج الانواع ديال الحجار، قالت لي شوف لي شي واحد يشريها من عندي، اللي بغى يشريهم يخليها لي في التعليق ان شاء الله،
واخا غنتعاونوا مع هذه المراه مسكينه الصراحه ما نكذبش عليكم، انا نخلي لكم الفيديوهات اللي كيعرفها الانواع ديال الحجر، المهم يقولنا غير الاسم ديالهم اولا واش عندهم شي قيمه، نفرحوا غير هذه المراه مسكينه عندها العيال صغارين. ودابا غنمشيو غنزيدو نكملوا البحث ديالنا، وحتى حنا ما كرهناش نجبروا شي حجره، والله جبرنا شي حجره يعني عندها شي قيمه وبيعناها ان شاء الله نعاونوا بها غير هذه المراه هذه. صافي غنبداو كنفتشوا الصراحه هذه الحجره اللي ريحنا هنا وسليمان فيها، بقينا كنشوفوا الصراحه بانوا في وسط هنايا كاينين ديك الاحجار الكريمه، كاين في هذه البلاصه هذه. المهم غنهرسوها وغنشوف واش فيها شي حاجه، هرس واحد الطرف صغير غنزيدو نهرسوها وغنشوفو شنو واش غنجبرو في وسطها شي حاجه. بالنسبه للادوات اللي غنفتشو بهم كما كتشوفوا معايا، عندي هذه المطرقه هذه، هذه المطرقه هي اللي جبرت الصراحه ما كذبش عليكم، وجبنا معنا واحد المقدي. المهم هادو هما اللي غنحفروا بهم، خليكم معنا دابا باش غنبداو في اول حجره. الصراحه صعيبه نهرس هادشي واول تجربه، ما عارفين حتى مين غنبداو. المهم حنا اللي غنعدلو غنهرسوا هاد الحجره وغنشاركوا معكم كلشي الطريقه كيفاش غنحفروا بها، واذا جبرنا شي حاجه حتى هي غنشاركوها معكم غتشوفوها مباشره، يعني ما نخبعوا عليكم حتى شي حاجه، فرجه ممتعه. سليمان اجي غنبداو من هاد التيج، ما عرفتش والله ما عرفت هاد الحجره قاصحه بانت لي. هادي قاعد نملك يدك كيبان. المهم غنبداو باول بلاصه غنحاولو نشوفو واش غنجبرو هنا شي حاجه، واول حاجه غنجرب واش غتهرس ولا لا، اذا ما تهرست شي غنخلي والديا وغنمشيو بحالنا. والله الا هادشي صعيب. بسم الله يكون اول تجربه اليوم سليمان. واو لا والو، هادشي قاصح اصاحبي. غنفتشو اليوم ان شاء الله على الجيوب، ديك الجيوب اللي كتكون يعني كيكون واحد الجيب هو اللي كيكون في وسط بزاف الاحجار الكريمه، وحنايا كنفتشو دابا غير على ديك العلامات اللي كيكونوا في الحجار، في العلامات اللي كيكونوا في هذا الحجار ديال الكوارتيز ولا في هذا العروق ديال الكوارتيز. حنايا غنفتشو على ديك العلامات هما الاولين، عاد غنشوف واش غنجبر لكم شي جيب، يعني هذا الجيب كيكون واحد الحفره وفي وسطها كيكون بزاف ديال الانواع ديال الاحجار الكريمه، وهذا الهدف ديالنا اللي غنكونوا كنفتشو عليه. المهم حنايا حتى هذا النوع ديال الحجار هذا كيكون في وسطو انواع ديال الحجار اخرين. العلامات الصراحه كاينين بيلاورات هنايا، يعني البيلاورات كيكونوا الكوارتيز ولا بحال الكريستال كيكونوا صافيين كيبانوا، وعندنا هنايا حتى المعدن، واحد المعدن اخر ما عرفتش شنو الاسم ديالو، هذا المعدن هذا عاود مختلف، هادو حتى هما العلامات، وكي هذا الدري هذا بحال اللي بحال الدري بحال الصدى حتى هو العلامات عاود الاحجار الكريمه. حنا المهم غنحاولوا نشوف واش غنجبروا شي حاجه. هاد المعلومات كنبارطاجيها معكم حتى انا اول مره تعرفت عليها. عندك يا سليمان عندك هادو هنايا صغاري، احنا ماشيين شويه مورا شويه. يلا الناس اللي كيفتش في هادشي وكيفهم في هادشي يبان في التعليق، واللي عنده شي نصائح يزيد يفيدنا بها مرحبا. غنزيدو نحفروا شويه وغنوقفوا التصوير باش التليفون ما يعمرش. هادشي والو. المهم احنا كنتعلموا وكتستمتعوا معنا وكتستافدوا عاود، اذا جبرنا شي حاجه غنستافدوا ان شاء الله كاملين. كون هنايا الياقوت ولا الزمرد عاود. هذه ما فيها والو. يلا سليمان دغيا فيها غنجبر هاد الحجره. فيها ولكن صغار.
والو حتى هادي والو. المهم مقيلو هيدا نهار كامل كنفتشو حتى نجبرو شي حاجه. هادي هنا فيها وحده صغيره ما صالحاش. يلا غنوقفوا دابا التصوير حتى نجبرو شي حاجه ونشاركوها معاك. الصراحه انا كنحفر هنايا وما كنفهمش ودابا نضيع هاد الحجر هادو هنايا يعني كنشبر وكنجر ما كنفتش فيهم مزيان. ها هي وحده جبرت وحده هادي بانت لي هي هادي بانت لي مزيانه. شو شد لك مع القيله كتبان كتبريش فين؟ هادي اول قطعه هنايا كما كتشوفوا معنا ماشي شي حاجه واعره ولكن صافيه من واحد الاتجاه. انا نصورها بالتليفون باش غيبان لكم هادشي واضح. والله الا جبرنا هنايا تحت هاد الحجره هادي باقي عاد غنهرسوها ان شاء الله. غنبقاو ماشيين هنايا دابا كنحفر غير تحت منها كما قلت لكم كنفتش على ديك الجيوب. الصراحه جبرت هادي والله الا هادي اللي جبرت ما فيهاش واعره. خليكم معنا باقي كنهرس هاد الحجر شعل هرس هنا. حد جنون هنايا والله الا حد جنون كنهرسوا هاد الحجره والصراحه القايله بزاف الحراره وحنا كنهرسوا. ملي كنهرس كنبقى نفتش في هادشي. ها هي الاخوان وحده واعره هنايا والله الا واعره هادشي. دابا هادي الثانيه ولكن هادي اللي مزيونه هاد شتيها هادي كبيره الطرف واعر وحده بزاف صغارين ملصقين هادو في القاع كامل كيبريو كما كتشوفوا معايا. دابا هذا الطرف الثاني شي حاجه واعره والله الا شي حاجه واعره. انا اللي كنجبر كنزلو هنايا هذا اللولي تقريبا بحال بعض. المهم جوج طروفه واعرين هذا لاصقين فيه هنايا بزاف صغارين. حنا باقي كنفتشو حنايا كنتعلمو ولكن هذه شي حاجه واعره والله الا شي حاجه واعره. يلا خليكم معنا. المهم حنا باقي هنايا في هذه الحجره كنهرسو ان شاء الله غنجبرو فيها شي حاجه. هذا الشيء مزيان لحد الان دابا مزيان. يلا خليكم معنا باش ما نطولوش عليكم. ها هي شمال رجع ليلى ها هي تقلعت حداكم مباشر شتيها. لا هما ياخرين صغار. المهم هادشي خصو التنظيف باش غيبان مزيان. هادي صغيره غنخليوها وهاد الطرف هذا هو اللي بان لي فيه شويه الضو. يعني غنصورو بالتليفون باش غيبان لكم هادشي واضح. اجي تشوف معايا هادي هنايا هادي بدا فيها عاود هنا ما عرفتش واش غيبان لكم هادشي. ها وحده هنايا وكاين هادي هنايا طروفه كبار. هنا انا غنشدهم وغنصور لكم هادشي بالتليفون. هادشي واعر ياك سليمان على الله ما يتهرسو شي. صراحه يدي كامل بالدم شي مشكل صابين جبروا شي حاجه. عرفتش كيفاش نحفر له ونحيدو بهذه نشوف اش غيزل. ها هو غيزل قرب هذا مزيون هذا ناحية القطعة مزيانة. المهم ما بيهاش احنا حيدناها. هذه واعره هذه هنايا هنايا بزاف غيبانوا لكم صراحه بزاف كاين هنايا خاصهم يتنظفوا باش كي غيبانوا مزيان. انا نصوركم هادشي بالتليفون ما بيهمش ياك سليمان. شوف هنا
ماشي شي حاجه واعره ولكن هادو فيها صغارين. شوف هادو سيب المعده من عند لوبيا. شوف هادي شوف هادي. واخيرا جبرنا واحد الطرف يعني نبيش. ما نعرف شنو هادشي. المهم واحد الطرف هذا انا ما عرفتش شنو هذا ولكن الشكل ديالو مزيون. هاد القطعه هادي دابا هي اللي بانت لي مزيونه دابا شويه ما بيهاش الصراحه. الشكل ديالها بحال الدجاج كتبين وسطا شي حاجه صفراء. هادشي خصو حتى نمشيو للدار ننظفوه عاد نشوفو شنو هادشي. المهم شي قطعه واعره. انا نصورها بالتليفون غيبان لكم داكشي واضح. يلا خليكم معنا وكنطلبوا من الله اننا نزيدو نجبروا شي حاجه. كنطلبوا من الله ان تكون شي قطعه الالماس ولا الكريستال ولا الكوارتيز اللي كيعرف هادشي ولا هاد النوع ديال الحجار يقول يخليه لي في التعليق اسفل الفيديو. غنبدلوا هاد البلاصه هادي الصراحه ضيعنا الوقت هنا بزاف ولكن جبرنا فيها البركه الله. هادشي واعر اللي جبرنا خصوصا الحجره اللي جبرنا الاخريه. هادشي غنجمعوه ساعة نغسلو هادشي ونصوروه لكم واضح. وغنمشيو دابا لشي بلاصة أخرى دابا نشوفو شي بلاصة أخرى. جبرتنا بخير لقينا غنمشيو لشي بلاصة نفتشو فيها وجبرنا هادو هنايا في الجبل هنايا ما هرسنا همشي. أنا نوري لكم نقرب لكم هادشي بالتليفون باش يبان لكم واضح. هادي اللولية نسيبوها. هادي الثانية حتى هي واعره حتى هي نسيبوها. وكاين هذه حتى هي هادو مع بعض حنا هابطين وحنا كنلقط. وكاين هذه واعره هذه غنخليها. يلا خليكم معنا. الحجره اللي كنا طالعين ليله هي هذه. دابا وصلنا ليله ما بديناش كنفتشوا فيها هي اللوليه حيت مشينا لواحد البلاصه اخرى شفنا واش غنجبروا شي حاجه تما عاد رجعنا لهنا. المهم احنا جينا لهاد الجهه غنهرسوا لهاد الحجره ان شاء الله. كنطلبوا من الله اننا نجبروا فيها شي حاجه. هاد الاتجاه هذا هنايا كامل كدبري في هاد الاتجاه. يا ما كرهتش نهز السائده كامله وديها معايا والله الا الديكور في هاد الاتجاه واعر كامله. في هذيك البلاورات صغارين بحال الماس كيبريو هنايا بلا سبيله في الراس ديالها. المهم غنبداو نهرسو هنايا ونشوفو على الله نجبرو في وسطها شي حاجه. نعدلو السبب والكمال على الله. بسم الله مع سمين غنبدا. كيما كتشوفو بديت كنهرس هاد الحجره. انا جبرت هنايا شي طروفه صغارين الصراحه ما بيهمشي هما هنا يبانو لكم هنايا. خصهم غير شويه يتنظفو. نخليو هادو ما نسيبوها نمشي. المهم اي حاجه جبرناها غنشاركوها معكم. خليكم معنا. دابا هذا الطرف الثاني كما كتشوفوا معنا فيه هاد البلاورات صغارين. حنا باقي كنزيدو نهرسو فهاد الحجر. يلا خليكم معنا. الحجره ديالكم انا نخليها هنا. جاو عندي شي العيال ستيتوين قالوا هذه الحجره ديالي انا رسوها نشوفوا شنو فيها. واحد الطرف هو ستيتو طرف صغير. ما بيش ما بيش احنا ماشيين شويه مورا شويه. كاينين فيها الطروفه ولكن صغارين. هذا هو اللي بان لي فيه شويه ضد الضوء. واحد الطرف هنايا بان لي واعر. قرب قرب كاين هذا هنايا صغارين وكاين هذا. هذا الطرف دابا الثاني كيبان واعر هادشي.
ما نعرف انا ما كنفهمش في هذا الحجر هذا اللي كيفهم شي حاجه فيهم يقول لي في التعليق يقول لي شنو الاسم ديالهم النوع ديالهم واش عندهم شي قيمه ولا لا. هذا الصراحه هذه بحال شي الماسه بحال اخرى. المهم جبرتنا بزاف هنا عندي صغارين ولكن هذا الطرف اللي بان لي دابا مزيون شويه غنخليوه هنايا مع خوتو وحتى الاخرين نوري لكم داك الشيء اللي جبرنا كامل وعاد غنمشيو للدار وغننظفوهم عاد غيبان لنا داك الشيء واضح حيت هما مغبرين وعامرين بالتراب. ساعه تما في الدار غنعمل لهم فيديوهات وتصاور وغنرافقكم مع الفيديو. المهم هاد دابا قريبين نمشيو فحالنا العشية جات وهاد البلاصة هادي صافي هاد الحجرة هرست فيها غير النص ما غنزيدش نهرس كثار صافي حيت تعطلنا اصلا حنايا تعطلنا غنزيدو غير نطلعو شوية نفتشو فهاد الجهة فهاد الجبل وإذا جبرنا شي حاجة تما غنشاركوها معكم. ما جبرنا شي حاجة تبارك الله لحد الآن جبرنا شي حاجة يعني واعرة كيما تشوفو معنا في الفيديو. هاد الحجرة قاصحة والله إلا قاصحة شوفو غير المطرقة باش منقولوش كنكذب عليكم شوفو غير هاد المطرقة هادي كاش رجعت تكالت كاملة تبسطت المقدي على قد والو. دابا غنمشيو نطلعو الفوق وخليكم معانا صافي جبرتونا غنمشيو فحالنا الفيديو ديالنا صافي هنا غيتسالى. الصراحة هالفيديو فيه تمارة وفيه الحفير نهار كامل وانا كنحفر ما دركناش اننا نجبرو شي حاجة بزاف ولا نفتشو لكم يعني واحد الفترة طويلة. صافي جبرتونا غنمشيو ولكن الحمد لله جبرنا واحد الكمية ديال الاحجار الكريمة. المهم المنطقة فيها الاحجار الكريمة خاص بنادم غير يفتش وان شاء الله ما نعرف اذا عجبكم هالفيديو هذا نقدروا نعدل لكم شي فيديوهات اخرين. وقبل ما نساليو ونقول لكم نتلاقاو في شي فيديو اخر اجي تشوفوا معنا اللي جبرنا. المهم جبرنا بزاف ديال القطع صغارين ولكن كاين ديك الاحجار الكريمه الكريستال ولا الكوارتيز ولا البلاورات صغارين هما اللي كاينين بزاف ما جبرناش شي قطع كبارين كاينين جوج اللي واعرين. اجي دابا نوري لكم هادشي اللي جبرنا اليوم اللي حفرنا وجبرنا عليه تبارك الله. المهم جبرنا البركه ديالنا الحمد لله ما غنرجعوش خابين وحتى نتوما كنطلبوا من الله انه يكون عجبكم هادشي. قرب تشوف كما كتشوف معايا هادشي اللي جبرنا اليوم الصراحه تبارك الله جبرنا واحد الكميه لا باس بها. المهم المنطقه يعني فيها الاحجار الكريمه خص بنادم غير يقلب مزيان. الصراحه انا باقي ما كنفهمش هادشي اللي جبرنا اليوم وافضل قطعه اللي جبرت اليوم هي هذه كما كتشوفوا معايا هاد القطعه هادي واعره كبيره الصراحه وشفافه وكتبين بحال شي الماسه كبيره. والثاني قطعه اللي بانت لي حتى هي اللي مزيانه اللي شفافه اكثر من الاوليه هي هادي كتبين بحال الدجاج ما عرفتش شنو هادشي. المهم اللي عرف شي حاجه يقول لنا في التعليق واش عندهم شي قيمه واش ساويين هاد الحجر ولا لا. غنوري لكم هادي هي حتى هي ما فيها شي واحد القطعه واعره ولاصقين فيها في الجناب ديالها بزاف القطع صغارين. هاد الحجر هذا خصو يتنظف باش يبان مزيان. كاين حتى هاد القطعه هادي حتى نمشيو للدار وننظفوهم ان شاء الله ولسا نعاود نعدل لهم شي فيديوهات واضحين. هادي هي الاوليه اللي جبرنا اول مره كي وصلنا اول فيديو هاد القطعه هي الاوليه جبر
صافي هادشي اللي جبرنا اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم بالفيديو ويعجبكم هاد الاحجار الكريمه اللي جبرنا. الصراحه ما تحشمناش، عملنا السباب وفتشنا، واول تجربه كما قلت لكم، اول مره غنفتش على هادشي واول مره غنصوروا هادشي في القناه ديالنا. يعني غنوعوا شويه، غنبقاو نصادر لكم شي حاجه الحوت، مره نفتشوا بجياج كاشي في المعادن، ومره نفتشوا نوعوا، يعني غنوعوا لكم، مره نفتشوا على الاحجار الكريمه، وباقي ان شاء الله شي محتوى اخر غنعدلو، خليوها مفاجاه. المهم كان هاد الاحجار الكريمه اللي كيعرف شنو الاسم ديالها ولا واش عندها شي قيمه ولا اللي بغى يشري يخلي لي التعليق اسفل الفيديو وغنجاوبكم ان شاء الله. كما كتعرفوا كنجاوب بجميع المتابعين ديالي، وحتى الاحجار الكريمه اللي صورنا في الوليد، ديك السيده اللي جابت لي في الوليد الفيديو، حتى هذوك كتعرضهم للبيع، شي واحد بغى يشريهم يخلي لي التعليق اسفل الفيديو. دابا العشيه جات، غنمشيو فحالنا. الصراحه يدي كان من جراح تم، ما عملتش اليوم المونطيس، كليت الشحط اليوم، وصعيب دحفار في هاد الحجار قاصحين الصراحه. ها هو هنايا حدايا، حنا كنفتشو في هاد العروق، هادو كيتسماو العروق ديال الكوارتيز، هادو هما اللي كيكونوا فيهم ديك الجيوب. حنا ما تفوقناش، ما جبرناش شي جيب كبير بس فيه بزاف ديال الاحجار، ولكن جبرنا لاصقين في هاد الانواع هادو، حتى نمشيو للدار وغننظفوهم وغنصور لكم داكشي واضح. ما غنزيدوش نطولوا عليكم كما العاده، اللي عجبو الفيديو ديالنا يعملنا الاعجاب بالفيديو، واللي باقي ما شاركش معنا في القناه يشارك معنا في القناه ويفعل زر الجرس باش يتوصل بالجديد ديالنا ان شاء الله. وما نساوش الشعار ديالنا، لسنا الافضل لكن لنا اسلوبنا الخاص. نلقاو شي فيديو اخر وموضوع اخر، مع السلامه.